وسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. لأن وقت الخطبة محدود لأعمال بعضنا ولا يجب أن يتعطلوا، فهذا واجب وهذا واجب أو هذه فريضة وتلك فريضة أيضا. نكمل جزء مما لم يسمح به الوقت. طالما فتحنا موضوع السيرة الذاتية المقدمة منك، يعني نظريا يعني ليست واقعية ولكن نظرية، مهمة جدا في إيه؟ الإنسان إذا نجد كبار السن فقط للأسف وليس صغار السن، عندما يكبر رحل التقاعد يبدأ في كتابة وصيته، مع أن المسلم من الواجب يكتب وصيته منذ أن يبلغ، والوصية لا ترتبط أبدا بمسألة المال، لا، المال ده آخر صفحة في الوصية. أنا أكتب في الوصية أنني بريء ممن يصرخ ويولول علي، بريء من أي بدعة تقام في جنازتي، أنا أريد أن يصلي علي فلان إذا كان موجودا، أن يغسلني فلان وفلان إذا كانوا موجودين، أن أدفن في المكان الذي أموت فيه إذا أمكن ذلك ووجد مكان، لا داعي لأن تتعب الناس حيا وميتا، خلاص يعني موت خلاص يعني. لا أنا عايز أدفن جنب أبويا. نفرض أنك وجدت مكان بعيد عن أبوك، نعمل إيه؟ وأنت أبوك يعني تأخذ اللي بجيبه، وأنت أخذت اللي بجيبه من زمان، خلاص ما عندوش أبوك، ما عنده شيء تاني، فأدفن في المكان الذي أموت فيه طالما موجود المكان. هذه وصية. فكبار السن للأسف هم فقط الذين يوصون، ولكن وصيتنا لأنفسنا تكون أفضل من وصيتنا لغيرنا، لأن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكلهم آتيه يوم القيامة مجموعة على فرد فردا فرد، أنا أحاسب أنا الوحد. فإذا أنت اليوم راجع، أنا علي 10 سنوات صلاة، ما كنت أفهم يعني إيه الزكاة، لا كنت أعلم مثلا أن أركان الوضوء هكذا، مش فيه ناس تتوضأ بعد أن تغسل وجهها وتمسح رأسها وتغسل ذراعيها تجفف أطرافها ثم تغسل أقدامها، في كده يعمل ولا مفيش؟ في بعد ما يجفف هذا تدي إيه؟ يغسل رجليه. عند بعض الفقهاء هذا وضوء باطل. ليه؟ لأن الوضوء عمل متكامل. حاجة اسمها عند أهل الفقه إيه؟ الموالاة. يعني إيه الموالاة؟ يعني غسل العضو اللاحق قبل جفاف العضو السابق. يعني أنا غسلت وجهي، مسحت رأسي، طرق الباب ولا أحد في البيت، خرجت فتحت وجدته أنت ابنك الذي جاء من المدرسة، كيف حالك؟ بخير؟ المدرسة الطريق كان سهل، أهلا وسهلا، ادس ورجع يكمل وضوءه وقد جفت أعضاءه، لازم يعيد الوضوء من الأول. واخد بالك؟ ينفع أنت في الصلاة أن أصلي ركعتين أطرق الباب أفتح الباب وأرجع أكمل ركعتين؟ عمل متكامل. فيجب أن أفقه الحد الأدنى من العلم الذي أقدمه في مسألة العبادة. قدمنا زمان من 20 سنة محاضرة مشهورة اسمها ما لا يسع المؤمن أو المسلم جهله، إيه الحد الأدنى اللي يجب أن أعرفه في الدين؟ أنت إذا ما جئت هذه البلاد عرفت قوانينها، عرفت كيف تستخرج رخصة القيادة، كيف تعمل أوراق إقامة، كيف تتحول الإقامة إلى جنسية، كيف تقدم الملف الضريبي، كيف تتعامل مع الجهات القانونية، كيف تتعامل مع تقديم ابنك وابنتك للمدرسة، إيه المستندات المقدمة. فأنت تدرس حالة الدنيا التي أنت فيها، طب لماذا لا تدرس حالة الآخرة؟ يعني أنت قبل أن تأتي للبلاد سألت الجو في الشتاء إيه؟ والجو في الصيف إيه؟ ماذا نحتاج من الملابس؟ ما هي العملة التي المستعملة؟ ما هي القوانين التي يجب أن لا أتعداها؟ فأنت تدرس الحالة دراسة وافية، دراسة وافية. ليه؟ تريد أن تنجح فيها. طب ألا تريد أن تنجح في الآخرة؟ تبحث عن الأساسيات التي تنجحك في مسألة العبادات. يعني كيفية الوضوء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم خذ الدرس في هذا الوضوء فقط، الوضوء يا أنس صب الماء أنس على يد رسول الله أمام الناس جميعا،
فغسل يديه ثلاثة وحرك خاتمه صلى الله عليه وسلم وخال لما بين أصابعه وغسل البراجم الأطراف اللي يعني كده أطراف الأصابع ثم تمضمض فرج الماء في فمه رجما فرج على ابنك ويتوضأ دخل الماء وخرج متى دخل متى خرج متى سبحان الله عصر السرعة سبحان الله كله تكوي 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 حتى الوضوء رج الماء في فمك رجما ثم استنشق واستنثر مرة استنشق واستنثر مرة من الأنف استنشق ثلاث مرات اغسل وجهك من منبة الشعر الطبيعي حتى أسفل اللحية وأسفل الضغط وما بين شحمة الأذنين ثلاث مرات المرة هي فرض والمرتين ليست فرضا ولكن تتمة للمسألة فغسل وجهه ثلاثا صلى الله عليه وسلم ثم غسل ذراعه الأيمن حتى المرفقين لغاية الماء عبر هذين العظمتين اللي هو الكوع هذا المرفقين لجنة الفقر خلاص لازم ويل للأعقاب من النار لازم الماء يعني بهذا المنطق ثلاث مرات اليمين ثم اليسار ثم مسح رأسه خلاص ثم مسح أذنيه خلاص مرة واحدة ولم يمسح رقبته لم يثبت عنه أنه مسح رقبته صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجليه وأدخل الماء بين الأصابع إلا إذا كان في مرض ثم قال شوف الوضوء ده أخذ من رسول الله كم دقيقة؟ دقيقتين قال هذا وضوء ووضوء النبيين من قبل فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم خلاص؟ لا خمسة ولا سبعة ولا تسعة هذا أمر الأمر الثاني في كليات الشريعة كليات الشريعة وصول فيه كانوا يدرسونا والطلبة الوضوء أركان الوضوء مستحبات سنن مبطلات مكروهات وعمال ما يدرسونا مكروهات وعلى آخر السنة نكون نسينا أركانه في أول السنة يا عم الرسول علم الصحابة الوضوء في دقيقتين المسألة مش عايزة كل التفاصيل دي سبحان ده التفاصيل دي للعلماء لأهل العلم لكن سبحان الله العوام الناس خلاص هذا هو الوضوء قال هذا وضوء وضوء النبيين من قبل فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم بهذا وضوء التعليم العملي للدين من ضمن صفات المصلي الذي يقدم يعني حق الطريق كان سيدنا أحمد محمد رحمه الله إمام أهل السنة يسير مع المريدين في شوارع بغداد فتعقبهم كذب وقال أفسحوا الطريق له فتعجب هذا أفسح طريق الكلب قال صار شريكا لنا في الطريق له حق في الطريق يا أخي الإسلام دي إحساس دي مشاعر يعني سبحان الله أعطوا الطريق يعني سبحان الله العظيم يعني المؤمن لا يؤذي غيره خلاص المؤمن لا يعرف الإيذاء لا تؤذي الناس لا زوجة ولا بنت ولا ابن ولا زوج ولا جار ولا صديق ولا حبيب لا تتقدم بإيذاء لأحد ولا تجرح مشاعر الناس مش في أزواج كل يوم يقول لزوجته أتزوج عليك أنا أبشر البنات كمحاضرات الرجل الذي يقول هذا لن يتزوج لأنه أجمل من هذا خلاص يعني بس إيه إلى قال طب إذا ما قال شيء مش هيتزوج خلاص يعني ريحني نفسك فهو ينكر عليه وخلاص يعني هو يبحث عن باب للإيذاء والسلام طب ليه يا ابن الحلال يعني أنت لن تقوم بهذه العملية المرعبة فما فيش ده يعني تعمل راجل يا راجل يا مؤمن تقدر أنت لما جئت إلى هذه البلاد مع زوجتك صرت أنت أهلها وعائلتها وأسرتها ووطنها وبر سلامتها ومرفأ أمنها سبحان فلا تكن حربا عليها ما يبقاش منه كله تركت أهلها وتركت أولادها والمرأة عاطفية تحن على يمكن أهلها دول كانوا أسوأ خلق الله لكن لما تفارقهم أصبحوا أبو بكر وعمر سبحان الله فهي كده يعني تركتهم على خلق أبي جهل وأبي لهب سبحان الله إن كان عم ولا خال أما لما تفارقتهم الغربة لها طعم آخر سبحان الله وتتمنى عايز أزور أهلي عايز أزور أهلي عايز تروح تزور أهلها أول ما تنزل مطار وتشوف اللي هيحصل لها ويا ريت سمعت كلام أبو عبد الله أبو عبد الله ما بيسمعش سبحان الله فلا تواجه الحقيقة فسبحان الله فأنت لا تؤذي أحد المؤمن لا يؤذي سبحان الله حتى
الحيوان العقور، كلب العقور، إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم في القبر يرحمكم من السماء. فأنا السيرة التي أقدم أنا علي صلاة الفقهاء، أختم الدرس أو الكلمة بهذا، الفقهاء على رأيين في من امتنع عن الصلاة سنوات ثم بدأ بالمواظبة على الصلاة. الجمهور على أن الإنسان هذا دين عليه لله سبحانه وتعالى وجب أن يوفيه، وبعض الفقهاء يقولون طالما بدأ يصلي ويوضع على الصلاة، يعني رأيهم يعني هكذا وأنا لا أميل إليه، سقط عنه ما قد سقط. ما سقط عنه إزاي؟ هو مسلم مكلف بالصلاة منذ أن يبلغ. فأنا أقول لك شيء يريحك، نحل الموضوع إيه بالمساومة في النص، حتى نساوم في الدين، نساوم مع بعض في النص. كيف يعني؟ أنت مع كل وقت تعال خمس دقائق عشر دقائق بدري، صلي فرض أو فرضين، ظهرين عصرين مغربين عشائين صبحين، قلت بالليل مرة، صلي يوم يومين، إلى أن يغلب على ظنك أنك قضيت العشر سنوات للقطاع. جئت يوم القيامة لم تطالب، كنت مقطوعا عنه، يحسب لك نفل إن لم يضيع. لو كنت مطالبا به قد أديت ما عليك. الحل ده تمام ينفع؟ وطبعا الحل التاني ريح، خلاص يا عم، احنا اصبحنا ما شاء الله علينا عثمان بن عفان، تعرف ايه، احنا الحسن البصري، احنا ابو حنيفه. لا مش ابو حنيفه ولا غيره، ولا من حصف الحد، لا، القضيه ان نعمل بالاحوط. طيب النقطه الثانيه، انا علي حقوق، من ضمن الحقوق دي في بعض البلاد وانت بتعقد الزواج على ام فلان اللي اصبحت ام فلان، يعني بيكتب عليه والد زوجتك مقدم ومؤخر. معرفش المؤخر اختراعها منين، هو اختراع جديد من ضمن الاختراعات، يعني اخترعنا حاجه زي ناسا كده، ولا زي مثلا فيلمنت بتاع تنسلين كلمه حلوه، ولا زي اديسون بتاع الكهرباء، اخترعنا شيء يكتب ايه؟ مقدم كذا ومؤخر كذا يسلم لحلول اقرب الاجلين، يا طلاق يا موت، لا حول ولا قوه الا بالله، يا طلاق يا موت. يعني الزوجه وهي بتكتب كده، العروس بتكتب كتاب تكتب على ورق يا طلاق يا استعداد لايه؟ شهاده وفاه، لا حول ولا قوه الا بالله. انت ان كنت قد كتب عليه ولي زوجتك ولي امرأة مؤخرا، روح اليوم ولا فلانه انت ليك عندي كذا، لحين ما يسرها اعطهولك، يا اولاد امكم ليها عندي كذا، سلم الامانات قبل ان تسلم انت الامانه كلها، خلاص؟ وهم هيفرحوا، بس مش بعد ما تقولها، ها هتعملي بيه انت مالك انت؟ سبحان الله، هتعطيه لاهلك، تعطيه للجن الازرق، هذا ماله، هذا حقه، واتوا النساء صدقاتهن نحله، هذا حق واجب تاخذه، لا ياخذه لا الاب ولا الام ولا الاخوه ولا 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 ولا, ولا انت. فرجع ارجع حقوقها لاهله، هذا من ضمن الحقوق اللي ضايعه منه، لكن مش تاخذوا منها بسيف الحياه. انا ام فلان كريم معاكي ما شاء الله عليك وعطوف، ما شاء الله العاطفه تخر من نسال الله ان يغفر الكذب والكذابين، المهم ويعني حنون عليك وحنون ما شاء الله. طيب يعني العفو، الشيخ كان بيتكلم عن العفو، طب انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ يعني الموضوع المؤخر ده الشيخ بيجي يعمل لنا قلاقل هنا يقول كلمة تخبط الدنيا ببعضها ويمشي، واحنا نقعد نخبط في بعض، يا عم ولا نخبط ولا غير. طب ايه رايك ان انت لو يعني عفيتي عنه وسامحتيني في المبنى؟ لا، اسمه مأخوذ بسيف الحياة، وما أخذ بسيف الحياة فهو حرام. ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام. يعني أنا ينفع أقول للشيخ عبد الله يا مولانا ما شاء الله العباية اللي عليك شكلها جميل، قول والله يا شيخ مهما خدها. ليه بس كده يا راجل خدها؟ هذه سرقة. استغليت حياء الرجل في ان اخذ شيئا ليس في الحق. فانت لا تجبر زوجتك بالحياء ان تاخذ منها شيئا من حقها. نسال الله ان الا نكون من مغتصب الحقوق. اخر كلمه اقولها، الله رقيب علينا. من الواجب الانسان يتقي الله، وانا يوما ما القى الله انا وانت في لحظه مفاجئه، كل واحد ليس له الا عمله والا ما في قلبه من خير، نسال الله ان يختم لنا ولكم بالصالحات. شكر الله لكم لحسن انصاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
الله.